أنا إله العرش يرحمنا ويغفر لنا ذنبًا ويجمع بالجملة. سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع طباق ثاقب صلى الله عليه قدمه قبلهم البعير فأزال ما اشتكاه من المحن والنوائب. أرجو الإله بمنه وبفضله يهب الجميع شوارق الأنوار واجمع قلوبا لم تزل مكلومة مما اعترانا في زمان العار. وربي قال في القرآن وأما من ينفع الناس فيمكث في الأرض. إنه عالم وإنه تاجر وإنه مزارع وإنه سياسي تبغى تدوم فع. وضرب أمثلة بما نعرفها من الحياة والعقارب. لكن إذا وجدنا المربي ووجدنا المعلم ووجدنا من يدلنا على الخير حتى العقارب يستفاد منها، لأن في علم اليوم ظهر في الدنيا يأخذون الحية ويستخرجون منها دواء ويستخرجون من العقرب دواء ويستخرجون من كل السميات أدوية. لكن لماذا؟ لأن عندهم رجولة يغيرون السيء إلى حسن والباطل إلى حق، وهذا نحتاج إليه اليوم. والاجتماعات في دين الله أمر مأمور به، قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مقابل ولا تفرقوا اجتمعوا. ويسميه أهل العلم مفهوم المخالفة، أي يجب عليكم أن تجتمعوا ويمتنع عليكم أن تتفرقوا. تشاهدونه بإذن الله يوم الخميس عند الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.